نكمل درسنا لأنه ما كملنا أعراض الفيزيرون ليشمانياسيس السابتم. الأعراض اللي هي حمى وتضخم طحال وتضخم كبد وفقدان وزن وأنيميا ورعاف وسعال ودياريا. وصلنا لل alterated disease can be fatal. يعني إذا يقول لك المرض اللي ما عالجناه وما نعالجه وما أخذنا الدواء الملازم treatment إله قد يكون المرض في ذلك الحال قاتلا مميت. هنا أنا طفل يشكو من المرض وشوفوا الجلد الصاير بي مثل تقريبا ما يشبه الجدري. هنا فيزيرال ليشمانياسيس دياغنوسيس التشخيص اول ما نجي بون مرا. بالنسبة للبون مرا طبعا هي دائما بالبداية قلناها اخذ خزعة زين مباشرة نمبر 1 على جهة اليسار مايكروسكوبيا بعد ما عالجها بعلاجات التصبيغ وغيره. اللمف نوت كله التشو على الكلتشر ان ميديوم خزعة انسجة عقد لمفاوية. نجي على عن طريق تشخيص المناعي بعدنا ما كملنا كل التشخيص الدياغنوسيس امينيولوجيكال دياغنوسيس تكون عن طريق سيرولوجيكال تيست الاختبارات المصلية دايركت مباشرة اجلوتينيشن الايزا ELISA طبعا هاي مختصر indirect fluorescent antibody test او عن طريق fluorescent antibody test اختبارات الاجسام المضادة التي تسمى مختصرة بالمختبرات على الراتشيتا المختبر كل مختصرات ينطوك IFAT او عن طريق السكين تيست اختبار الجلد او عن طريق نون سبيسيفيك ديتكشن اوف باي فورمالديهايد فروم فورمالديهايد جل بين قوسين فورمو جل تيست اور باي الكترو فورسز عن طريق الكهربائي. اذا كلها هاي كلها تشخيص مناعي ذكرناه بهذا السلايد وحفظونا اياه مهم جدا. نانا هاي الادوات الخاصة العدد الخاصة طبعا لجهاز الالايزا وفحوصات التشخيص الدي اي تي تيست وكذلك الالايزا تيست. هاي الالايزا تيست تشوفونها عبارة عن مقطع بحفر زجاجي بايركس زجاجي ويسوي به التيست المختبري. نجي على فورمال جل ايضا بالتيوب صورة يوضح لي بإلك الفورمال جل. هنا أنا اخر سلايد ان شاء الله على بركة الله التريتمنت بنتوسام مثل ما قلنا ادناها دندي نفس العلاج انفوترايسين بي طبعا هنا أنا يقول لك مضاعفات العلاج treatment of complication مضاعفات العلاج بسبب هذا العلاج اللي تاخذه. كل علاج ما لازم ينطو سايد افكت ماكو علاج ما يأثر على جسم الإنسان. السايد افكت مضاعفات للعلاج هاي هم تحفظون اياها مهمة انيميا فقر الدم والبليدنج النزف انيميا والبليدنج. واشكركم على حسن اصغائكم طلابي الاعزاء الى محاضرة اخرى.